لكن غير غرفة على راسي وعيني، وليت ملي كيجيب للدار كينقلب والحرام مطرق ديب تعلم ان اسنانها تساوي التسوس وعظامها تساوي الهشاشة، فتصير شديد الرأس لدفع عصائر لافوكا وما إلى ذلك والشواء في المطاعم، فإذا أتى بها إلى البيت ما فيش من هذا الشيء اللي كان كيدير من قبل. تتغير المرأة فيزيولوجيا. بينما المرأة واقفة تمشي وتأتي للعمل، قال لها ما تصليش في فترة الطمس وهو الحيض، ومالكي وانا خدام عليك، هز عليك القفة، هز عليك القفة، ايوه الجحش، هز ليها الحفة الاسماعيل ديال الكاروش اللي هو انت. السلام عليكم، في لقاء جديد مع قناة الأوديو سي تي في العلا البتار. اليوم سنتكلم عن الزواج والعلاقات الزوجية في لمحات بسيطة وفلاشات صغيرة تعطي خطوط عريضة ويأخذ من الإنسان مسار يعني لا بأس به. فأصعب المراحل في العلاقات الزوجية هي السنتين الأولانيتين، يعني العامين الأولى هي من أصعب المراحل. لماذا؟ لأنه فيها كيكون اكتشاف الآخر، الزوجة تكتشف أفكار أو تصرفات أو عقلية هذا الزوج، والزوج كذلك يستكشف عقلية هذه الزوجة وكيف تتصرف وما هي متغياتها وما إلى ذلك. أعطيكم مثال بسيط، واحد زوجته حامل، فتعرفون الحمل والوحم وكيف تصير الزوجة شديدة الأعصاب نتيجة هذا الجنين الذي يأكل الكالسيوم والفوسفور والأحماض الأمينية، يعني يستهلكها هلكا لدرجة أن أسنانها تساوي التسوس وعظامها تساوي الهشاشة، فتصير شديدة الأعصاب. الزوج لا يدري هذه الأشياء، فخاصة تخدمه وتخدم البيت وتقدم له زي ما بتقدم بالسابق، فماذا تكون النتيجة؟ لجهله كم حدث من طلاق في هذه الفترة، فترة الحمل. لماذا؟ لأنه لا يدري كيف يسوق السفينة، ولا يدري كيف يحافظ على الباخرة في هذه الأمواج العاتية وهي أمواج الوحم وما إلى ذلك. نقطة أخرى ومهمة وخطيرة، وهي فترة الطمث، يعني الدورة الشهرية. فالدورة الشهرية تتغير المرأة فيزيولوجيا يعني درجة لا تتصور، وأوجاع وآلام في المفاصل والركب والحوض وما إلى ذلك، لدرجة شوف لاحظوا مزيان دققوا جيدا، الله سبحانه وتعالى في الفترة ديال الطمث قال لها ما تصلي ما تصومي ما تقري قرآن ما تعبدي، حط عليها جميع التكاليف واللي هي فرائض. هذه الفرائض لا تسقط عن الإنسان ولو كان مريضا أو طارح الفراش، يجب عليك أن تصلي بعينيك أو مغرب مجبد، مهم خصك تصلي وتتخيل الركعات كيفاش تصليهم، لا تسقط عنك الصلاة. بينما المرأة واقفة تمشي وتأتي للعمل، قال لها ما تصليش في فترة الطمث وهو الحيض. طيب الله قال لها ما تصلي ما تصومي ليا، وهو هو اللي خلقها وطالب منها هالشي، وراس البول البغل ابو اذنين طوال، شنو باغي من هاد المرأة؟ خاصها تفور ليه وخاصها دعجان وتطيب لي الخردولة والكوكوط وما نعرف شنو دير ومالكي وانا خدام عليك، هز عليك القفة، هز عليك القفة، ايها البغل، ايها الكاروش، ايوه الجحش، هز ليها القفه. انا كان كأنا كنهضر مع المسلمين بالضبط، كاين الناس كيقولوا انا خدام عليكم، كيفاش خدام عليكم؟ الرجال قوامون على النساء، باش بالعضلات بالطوله والتجريده بالفلوس، نعم بالفلوس باش تصرف. النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما انفقوا، انت مجبر على الانفاق، كيفاش تقول الأسرة ديالك أنا هز عليكم القفة؟ تخرج إن شاء الله خدام عليهم بالجميل، لا ليه دازي البوق، أنت مفروض عليك أنك توفر. بل أن في الإسلام لا يجوز للزوج أن يطالب زوجته بعمل البيت.
لان هذاك العقد اللي مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم عقد النكاح، اقرا عليه مزيان وفسر. راه ماشي عقد الخدمه، ماشي خادمه، راه ما عندكش حق ولا صبر لي حوايج في الاسلام ولا الشرع. الناس كيجي بزاف حتى الرضاع، عباد الله الرضاع، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. قرا التفسير ديالك بالليل، راه المراه الحره الا بغات طالب الزوج ديالها باش يخلصها في الرضاعه راه خصو يخلصها، لان الولد كيحمل الاسم العائلي ديال من؟ راه كيحمل الاسم العائلي ديال الكاروج اللي هو انت، ما كيحمل الاسم العائلي ديالها. وهذه علميا بحسب يعني الكروموزومات وكشي مسألة معقدة. فلا طالبات كبر باش تخلصها في الرضاعه راه خصو تخلص، فكيفاش انت تقول لها ما طيبتيش ما فورتيش وهي حائض؟ ممكن نكتفي بهذا القدر هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، ما كانش كيعيب الطعام، ان اعجبه اكل وان لم يعجبه امسك. ما كيقولش هذا حار هذا مالح، ماشي معنى ان ما توجهش ما تقولش الملاحظات ديالك، ولكن ما تقولوش وانتم جالسين على الطاوله على الطيفور في لحظه الاكل تاكل وتسالي والغالب ليه قول لها شتي داك الماكلة ديال البارح يعني كان وكان وكان، كتكون دازت ما كتصدمهاش في البلاصة تتوحل ليها هنا، يعني يكون لابق باش تحافظ على المحبة والوئام. فانت ملي تعامل بهذه الطريقة راه كتولي انت هو روحها وانت قلبها وعقلها، لان يعني دائما لا تكسر خاطرها ولا ولا ولا. وكذلك هي تشوف من حالك على حساب المستوى ديالك، ما تطالبوش بما لا تطيق من المصاريف والاموال وما الى ذلك، وهكذا تمشي السفينه في سلام ووئام. تصور حنا الاخر في رمضان مثلا 25 يوم داز في رمضان، وداز 25 برمه ديال الحريره شربها العفريت، هاكا يشرب العداله لين يدفوا. واحد النهار من ورا 27 جا الحريره ماشي هذيك، ولا وتي ديما الحريره عندك ميص ياه، و 25 برمه اللي شربتيها ما عمرك قلتي جات زوينه، شفتي غير هذيك اللي جات خايبه. فهنا الانسان ما خصوش يشوف غير في الكاس الخاوي في الجهه ما تشوفش غير في الجهه الفاضيه، شوف الجهه العامره. ديما الجهه العامره كتكون اكثر من الخاويه. نشوفوا الايجابيات وندخموها، والسلبيات نحاولوا نميكوا عليها. فاللي باغي نقول انا الناس خاصهم يقراو ويسمعوا محاضرات، دخل اليوتيوب ودير كيف تعامل زوجتك، شوف وهي تشوف كيف تعاملين زوجك في اطار الاسلام، وتسمع وانت تسمع ديالها وهي تسمع ديالك، وتقراو باش تقدروا تزيدوا للقدام. واش عمر شتي الناس كيخرجوا للزنقه ويبداو يسوقوا الطوموبيل بلا ما يدوزوا البيرمي؟ علاش حنا ما كنديروش الحوادث؟ لان يعني كنطبقوا واحد النسبه عاليه من داكشي اللي تعلمنا في سيره التعليم. وتصور نخرج لبرا نسوقوا بلا ما نفهموا ديك الاشارات، غتلقى الحوادث شي كيصلحش. وهذا هو السبب علاش كيدوزوا 4 سنين وهما في المجاملات وفي كيكي كيكي وفي العصير. فالنهار اللي كيدخل الدار كتبدا الكيباش تتناطح. علاش؟ لان ما كاينش شي قانون اللي غيمشيو عليه، والقانون اللي غيمشيو عليه راه هو الدستور الاسلامي. ان الدين عند الله الاسلام، الدين راه ماشي هو طلوع الهبوط ونتمرغوا في الارض زعما كنصلي. ان الدين عند الله الاسلام، راه الدين هو منهج حياه، ماشي كما كيفهموا الباجده هو وضوء صلاه. وضوء صلاه راه فرايض خصو يأدي الانسان، ولكن الدين راه هو معاملات واخلاق وسلوكيات. فكلنا كنعرفوا انه ملي كيتزوجوا 100 كيطلقوا 70 ولا 65 على حساب الاحصائيات، وهذوك 30 ولا 35 اللي بقاو مجوجين راه ماشي كيعيشوا حياة سعيدة، وإنما يعيشون على مضض، يعني شد وجذب وأخذ إلى آخره، وكالي صابغ على الوليدات شقاء ما بعده شقاء. لكن نرى كثيرا من الرجال يلجؤون إلى العائرات والمومسات والضائرات. لماذا؟ لأن المومس والعائرة الضائرة تأخذ فلوس فتتعامل مع الرجل بما يريد، بينما الزوجة لا تدري هذه الأشياء. كثيرا من الرجال يحكون لأنه يأتي للبيت فحان وقت النوم، فترى الزوجة راحت للمطبخ تنظيف الأواني والقيام بأعمال، وربما عاجين وربما والزوج بده ينام فيضطر ينام. لما يقوم في الصبح يقوم أعصابه مشدودة، بده ينفجر،
لأنه نام قبل ما تأتيها. هذه كوارث نساء. هناك من تتهرب من زوجها لا تريده، لأنه أصلا لا يقدم لها ما تريد. فالجهل متبادل والكوارث متبادلة. بكلمة أخرى، أن بحال اللي كتسوق الطوموبيل وأنت ما عندكش البيرمي، لا تدري ما هي قوانين السير، فكتخرج وكتدير في الكسل. يعني بالمختصر المفيد، يعني في العامين الاولى بحال المولود، حتى المولود ملي كيتولد وكيفرحوا به والديه، راه العامين الاولى دايما كيكون مؤهل للموت، حتى كيفوت العامين عاد كتبدا الحظوظ ديال يعني راه غادي يعيش. هذه علميا ثابته يعني. فكذلك الحياه الزوجيه، فالمرحله الاولى عامين ولا سنتين الاوليتين تكون يعني من اخطر ما يكون، لأنه يعني رغم ديك فترة الخطوبة 3 سنوات وأربع سنوات وما إلى ذلك، والمجاملات والعصائر والكذب، الكذب والبهتان، فهو يأخذها إلى المقهى ويدفع عليها عصير لافوكا وعصير ما بدري شو، ويأخذها إلى المطعم وكذا، وكل هذه كأكاذيب. هو خدام يعني خدمة يعني متوسطة لا تؤهله لدفع عصائر لافوكا وما إلى ذلك والشواء في المطاعم. فإذا أتى بها إلى البيت ما فيش من هذا الشيء اللي كان كيدير من قبل. في هذه النقطة كتصدم الزوجة، كتقول ما هذا؟ واش هذا انقلاب عسكري؟ كيفاش كان وكان؟ فلذلك على الزوج في فترة الخطوبة لا يمارس الكذب ولا يظهر نفسه على أنه أناسيس وعلى أنه من أسياء العرب وأنه كذا وكذا، فليكن واقعيا ويقدم نفسه متواضعا أنه خدام في السميك أو شيء من هذا القبيل، ولا يكذب على بنت الناس. وكذلك بنت الناس يجب عليها ألا تكذب عليه وتقول له أنا وأنا وأنا وتخفي. أما لا نتكلم عن العلاقات السابقة، فهذه كارثة من الكوارث يعني، إلا من رحمهم الله وكانوا مؤمنين مسلمين، فإنهم يعني نادرا ما يفلسون من هذه المصائب. يعني بالمختصر المفيد، فالشاب والشاب عندما يتعرفون على بعضهم البعض ويبدأون في فترة الخطوبة والواتساب والمكالمات والتواصل، ما خصهمش يكذبوا على بعضياتهم بزاف، وما يقدمش نفسه على أنها قيس، وما يقدمش ما تقدمش نفسه على أنها عبلة أو ما إلى ذلك، ولكن يكونوا واقعيين. فكم من شاب سيء الأخلاق، قبيح التصرفات، عنيف، همجي، لكنه في فترة الخطوبة يظهر كأنه ملك منزل، لا ترى إلا الابتسامات، وكان غير وفاء على راسي وعيني، ولكن ملي كيجي للدار كينقلب الحرام طرق ديب تعلب، كيبدا يتكرفس على بنت الناس، ماشي كيضربها انما في التصرفات، فكيمشي ديك المجاملات وكيمشي وكل شيء كيغبر وكيتمسخ. كذلك هي كنلقاها ديما تضحك هذه والنكات الى اخره، وكانها يعني فتاة الاحلام. فملي كتجي للدار كتلقاها كتقبل شحال من واحد 5 سنين وخاطب، فملي دار الشهرين خرج عندنا مقبوش من عنقه ومن وجهه، ما لقبش هذا مش عاد ظهرت على الحق ديالها، يعني كانت كتجامل. فهنا خص الناس يقراو على الأقل والله في كتاب سميته تحفة العروس، تحفة العروس هذا كتاب جميل يقراه الناس، وهو بمثابة بحال كدوز البيرمي ديال الطوموبيل، خصك قبل ما تشري الطوموبيل خصك دوز البيرمي باش تعرف قوانين السير. فالمعاملات الزوجية مجموعة في الكتاب من آيات وحديث وتوجيهات نبوية، فهم الناس توجيهات الإسلام، معاملة الزوج للزوج ومعاملة الزوج لزوجته، هذه خصو يقرا عليها بنادم ويسمع فيها محاضرات، على الله يطبق واحد 20 ولا 40% ولا 30% وتنجح حياته بدون مشاكل. وشكرا، إلى اللقاء في حلقة قادمة.